اجتمعوا مجموعه ديال الرفاق ديال حزب التقدم الاشتراكيه لتدارس الاوضاع اللي وصل لها حزب التقدم الاشتراكيه، وبعد النقاش طويل ومستفيض ومسؤول تبين لهم بان تلقوا حركه صحيحيه من داخل حزب التقدم الاشتراكيه. هاد الرفاق اللي اجتمعوا اعضاء ديال اللجنه المركزيه، بعض اعضاء اللجنه المركزيه وبعض كتاب الفروع المحليه والاقليميه وقياديين سابقون، اجتمعوا ودرسوا الوضعيه ديال حزب التقدم الاشتراكيه والاعصاب والاختلالات اللي ولات داخل حزب التقدم الاشتراكيه. ان لاحظنا في الاونه الاخيره ان الامين العام اصبح تيسير الحزب بطريقه انفراديه، هو وبعض بعض الاعضاء ديال المكتب السياسي، بعض الاعضاء ديال المكتب السياسي راهم معروفين، المدير الديوان السابق مثلا ومجموعه ديال الناس اللي منتفعين منه بصفه مباشره، راه عندهم مصالح شخصيه ومنتفعين وعندهم مناصب معروفين. دابا المغاربه كلهم تيعرفوهم، حنا لا داعي نذكروا الاسماء باش ما يقولوش هادو راه عندهم حسابات مع اشخاص. حنا فوق هادشي كله، حنا الهم ديالنا الوحيد والهم ديال هذه الحركه الصحيه انها منبثقه ووجهت نداء لجميع الرفاق والمناضلين الشرفاء والمثقفين ديال الحزب باش نفتحوا حوار جاد ومسؤول باش نصلحوا الاعطاب اللي داخل الحزب ونخلقوا ونطوروا ونجعلوا من حزب التقدم الاشتراكيه حزب ديال المؤسسات، ما يبقاش يعتمد على الشخصانه.